الحب هو الطاقة الإيجابية اللي نحن بنستمدها لحتى نعيش بسعادة وبسلام. فمن هون أنا بنصح كل حدا يحاول أنه يخلق جو حواليه بحياته يكون مليان حب، لا من أصحابه، لا من حياته العائلية، لا من الزوجية، لا من حالاته العاطفية. فالحب بيعني لي جدا أنا بالحياة. أكيد أنا بحتفل، ومش بس بالفالنتاين، بحتفل دايما مع الناس المحيطين فيني، إن كان أولادي، إن كان أهلي، أمي، إخواتي، زوجتي. يعني الحب إذا الإنسان ما عاشه بحس حاله غريب بالدنيا، بحس حاله مفتقد شيء. لهالسبب أنا بعيش وبحتفل بعيد الحب. بس هالسنة مسابة إنه عندي حفلة بأجدير، وأكيد حنحتفل اليوم إن شاء الله. رسالتي لجمهوري اللي بيعرفني واللي ما بيعرفني واللي بيحبني واللي ما بيحبني، تعرفوا علي عن قرب، عرفوا اللي جوا، مش بس الفنان، الشخصي كمان مهم، لحتى تقوى علاقتنا أكتر وأكتر. وأنتوا رصيدنا، حب الناس هو رصيد الفنان الحقيقي اللي بينجح وبيستمر بكل المجالات. فمن هون نحن بدونكم ما بنسوى شيء، ومنحبكم كتير. مني أنا رياض العمر، لكم بوسة كبيرة.